بوريده، تراث شعبي مغربي اصيل متوارث من جيل لجيل، واللي كيرجع التاريخ ديالو لايام مقاومه المغرب للمستعمرين. بوريده تاريخ وثقافه وحضاره، تاريخ ابانا اللي كانوا كيقاوموا على البلاد ديالهم. فارس بوريده باش كينضم لسرب الخياله خصو يكون متمكن، هذاك الشيء علاش كيتدرب من الصغر كيفاش يتعامل مع الخيل مع البارود ومع السناح. المجموعه او سرب الخياله تيكون فيها من 10 حتى 20 فارس، كيتزعمهم المقدم اللي تيكون في الغالب هو الكبير في المجموعه. المقدم اللي مكلف لينا بالصربه يجب احترامه اولا، ويجب اطاعته اوامره، خصنا نحترمهم. هو كيتفرض عليه انه يكون اولا باردي، وثانيا يكون فيه الاحترام وزعما اللباقه مع الفريق ديالو والذكاء، ومفروض عليه الصبر. وباش يكون عرض سرب خياله ناجح خاص الجمهور اللي حاضر العرض يشوف الفرسان كيقوموا بنفس الحركات، والاهم هو الطلقات خصها تسمع كانها طلقه واحده.